تم وضع خطة عملياتية محكمة مكنت من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، مع ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين ليريكا، قدر عددها الإجمالي ب 21135 كبسولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يعد من عائدة الترويج قدره 151000 دينار جزائري. العملية الثانية وبنفس التاريخ وبعد الاستغلال الجيد لمعلومة واردة لذات الفرقة، تمكنت عناصرها من ضبط وحجز كمية من المخدرات على شكل 24 صفيحة بوزن إجمالي قدره 2192 غرام، بالإضافة لكمية من المخدرات الصلبة كوكايين على شكل ريزم مهيئة للبيع، قدر وزنها الإجمالي ب 15.43 غرام، كانت مخبأة بأحد المساكن لشخص معروف بترويجه للمخدرات.